المشكل ديال الفرنسيه كندخل وما كنفهمش الاستاذ شنو كيقول، خايف بزاف الا ما نفاليديش، كيفاش غادي ندير ندوز الامتحان ديالي ونجاوب وننجح وانا الفرنسيه ديالي شبه ميته؟ وبروبليم اشيري شنو ندير دابا؟ واش نحبس ونمشي نقرا الفرنسي وحتى العام الجاي ونعاود، ولا نكمل معاهم هكا على الله نشوفها كيفاش غادي تخرج؟ ليكن في علمك ان الفرنسيه مهمه بزاف، واي طالب خاصها تكون عنده، ولا ما كانتش او كنتي ضعيف فيها فخاصها تكون هدف عندك وحطها قدام عينيك باش واحد النهار تكون عندك وغادي تحتاجها بزاف. ولكن واش هي عائق باش ما تفاليديش؟ واش الناس اللي كيفاليديو او اللي كيماجوريو وتيجيبوا النقط الاولى واش محترفين في الفرنسيه؟ هنا فاش غادي تصدم، غادي نشوفو. سي بارتي. انطلاقا من التجربه ديالي، الاغلبيه ديال الطلبه اللي كانوا كيجيبوا النقاط الاولى كانوا جد متوسطين في الفرنسيه واقل من متوسطين. وباقي كنتذكر واحد الطالب قرا معايا في السنه الاولى كان تيجيب 18 19 20 في الماط والفيزيك والشيمي، والفرنسي كان عادي فيها جدا، النقاط اللي كيجيب فيها ما كيفوتش 12 و13، مع العلم ان لا لونغ كلشي كيفاليديها وكلشي كيجيب فيها النقاط مزيانين، وشي واحدين كانت عندهم فرنسي بروفيسيونيل وما كانوش كيفاليديو. اذا واش هي عائق؟ زامي. واخا تحس براسك ما كتتبعش مع الاستاذ مزيان في الكور والاستاذ كيبقى يهضر غير بالفرنسيه، فنهار غادي تبداو ديروا التمارين غادي تبداو تفهموا، حيت الكور هكا داير فيه الهضره بزاف ولي ديتاي، ولكن في لي تي دي غادي تولي تقرا السؤال وتعرفوا شنو طالب منك. واصلا الفرنسيه ديال السيونس فيزيك مات شيمي بيولوجي راك دغيا غادي تفهمها، ماشي هي الفرنسيه اللي غادي تخصك تهضر بها مع الناس ولا في الزنقه. وبالتالي ما تخافش من الفرنسيه بتاتا، وباش تفاليدي راك غادي تدخل المواد ديالك وغادي تنجح. ولكن انا ما بغيتكش غير تفاليدي وتاخذ الدبلوم ديالك فقط، بغيتك تعلم حتى لا كومونيكاسيون وتعرف تبوزي لي كيسيون وتهضر مع الناس، حيت هادشي غادي تحتاجو بزاف نهار تبغي تقلب على شي ستاج ولا شي خدمه، وهو اللي غادي نخدم معكم في لي فيديو الجايين ان شاء الله. وبالتالي الفرنسيه ما كتشكل لك حتى شي عائق باش تفاليدي وتجيب دي بونو، ولكن حطها قدام عينيك باش تقراها. الا ما قدرتيش توفر ليها الوقت دابا مع القرايه ديالك، الا ما قدرتيش حيت انا عارف عندكم لي موديل كثارين ولا شارج بزاف، ولكن دير في بالك ان في الصيف الجاي خاصك تسالمها ان شاء الله. جيبو سويت ان غران اي ان تري بون كوراج، اسيو نيكست تايم.